السلام عليكم متابعي الأعزاء، وياكم موظفة المبيعات زينب من بوابة العراق، حتى جاوبكم على أهم التفاصيل اللي سألتوا عليها من حيث الإيجارات وكذلك المساحات والأسعار وشراء الشقق حاليا المتبقي اللي يسلموها، شي ضمن المشروع. إن شاء الله تكون الإجابة على جميع الأسئلة متوفرة. أهلا وسهلا. طبعا أول شيء نبلش بالمداخل. مشروعنا في على 4 مداخل المشروع، 2 منهم على شارع دمشق، 1 على شارع مطار المثنى، والرابع من منطقة البيجية. اللي من منطقة البيجية إن شاء الله خلال هاي الأسابيع راح ينفتح. هناك راح يكون عندنا نادي اجتماعي. طبعا هذا الماركت صار عليه أبديت، إحنا صار عندنا فالمدرسة هي مو هنا، المدرسة صارت هنا نفس ما تشوفون أكيد برا، وحاليا بنشوا دوام بيها. عندنا هنا النادي الاجتماعي راح يصير، اللي اكيد يتضمن مسابح، جيم، ملاعب، مساحات خضراء ولا اخره. ايضا المدرسه بلشوا دوام بها، اكيد هي مدرسه دوليه. والبوليفارد، البوليفارد اكيد راح يكون ب انتقل هنا انا اقرب حتى البوليفارد راح يكون يتوسط البنايات، حيكون ببراندات عالمية، مطاعم، كافيهات، مسرح روماني، أيضا سينما، وأيضا إن شاء الله راح يكون جاهز بسنة 24 سوري شهر السابع. بالنسبة للعمارات احنا عندنا 3 نماذج، الأول اللي بلشنا بها هي الجراند، هذه تكون مساحاتها أصغر. بعدها بلشنا بالتصاميم الأخرى اللي هي رويال وأمباير تاور. الفرق بين الرويال والأمباير هي المساحات فقط، مساحات رويال تكون أكبر من مساحات أمباير. التصاميم ايضا اختلفت، بالبدايه كانت بدون بالكونات، مساحات الداخليه اكبر، بعدها بلشنا بالتصاميم الجديده اللي هي تكون بالكوناتها اوسع. بالنسبه للعمارات المسلمه فهي من عماره 1 لحد عماره 10، راح نسلم هذه السنه عماره 11 و12 35 34 لحد عماره 10. عندنا باقي تسليم بال 23 وعندنا بال 24، ايضا سوري عندنا عمارة 19 تسليم بال 22. بالنسبة لي شنو متوفر حاليا عندنا كبيع، احنا تقريبا المشروع كله انباع، بقت عندنا مساحات جدا قليلة، بقت عندنا الارضيات تسليم بال 24 شهر السابع، وبقى عندنا كم مساحة 228 بالعمارات الرويال، ايضا تسليم مو بعيد. هذا اللي متوفر حاليا للبيع. بالنسبة للايجارات فاكيد متوفر عندنا ايجارات، الاسعار مال الايجارات تتراوح من 1200 الى 1500 دولار حسب المساحة، حسب الموقع، مؤثثة او فارغة، فارغة اكيد بعد حسب هي ايش. الاسعار حاليا سجينا بالشقق المتوفره تتراوح من شقد لشقد، عندكم لسته بالموضوع؟ اكيد عندنا، اذا تحبين اضيف لك الاسعار تضيفيها تفاصيل. أيه اكيد الاسعار اي نعم موجوده. شكرا جزيلا. هذول لسه العمارات المسلمه كلها، الاغلب يعتقدون خلاص انه هنا خلص المشروع، هو اكيد لا، بس احنا مسيجين قاطعين يعني المكانات اللي بيها بناء على مود تكون يعني معزوله عن السابق.